فأنا بقول لما عارفين كده إيه اللي حصل، شوف حصل إيه. دانيال واحد يقول أما دانيال فجعل في قلبه أن لا يتنجس بأطيب الملك ولا بخمر مشروبه. إيه ده؟ وبعدين جه الملك هيدخلهم أكاديمية لمدة 3 سنين، عين طعامهم وشرابهم. قالوا للراجل اللي أشفانه زي اعمل معروف، ادينا القطاني لنأكل، جرب عبيدك 10 أيام، جربهم 10 أيام، طلعوا إيه بعد ال10 أيام؟ صحتهم أفضل من مش كده. وبعدين دخلوا الأكاديمية 3 سنين، طلعوا وقفوا قدام الملك، لقاهم أزكى وأفضل من كل اللي موجودين. يا نهاري، هنا في كمان تميز. إزاي؟ أنا بقول لكل واحد بيشوفني دلوقتي إنك تبقى مؤمن متميز. لو نجار، نجار متميز، طبيب، طبيب متميز، محامي، محامي متميز. لو عايز تحدث فارق لمصلحة الملكوت، لو عايز دايبة مليان، تبقى عارف انت مين، انت موجود ليه. دانيال 2 حلم الملك، حلم التمثال الكبير اللي شافه، اللي رأسه من ذهب والصدر والإيدين من فضة والمنطقة بتاعت البطن والفخذين من نحاس، الساقين والأقدام من حديد وخزف، بعضها حديد وخزف. وبعدين الملك شاف التمثال وارتعب، طلب الصحراء والكلدانيين وغيره عشان يفسروا. وبعدين جه الدور على دانيال وأتباعه، راحوا قالوا ادينا فرصة وهفسر لك الحلم. ايه الثقة دي؟ عملوا اجتماع صلاة. فشوف القداسة، التميز، الصلاة، الصلاة، الشهادة عن إلههم. ده لما نقرأ دانيال فنشوف هم في السبي في بابل. نبوخذ نصر في دانيال 3 قدام الفتية 3 يقول لهم تبارك إله شادرخ وميشخ وعبد ناغو. إيه اللي عملوا ده؟ دانيال 4 يعترف إن الإله الحي الحقيقي وحده هو الله مالك السماوات والأرض. إيه اللي حصل؟ أدي 4 شباب بس هم عارفين هم مين، انتمائهم وولائهم، عارفين هم عايشين ليه.